أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من تاب من الذنب في الدنيا يحاسب عليه في الآخرة؟ يا أخي، من تاب الله عليه. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن تكون التوبة صحيحة، ما يب اللسان فقط، التوبة صحيحة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا يحاسب على ذنب تاب منه توبة صحيحة. نعم.